مشكلة انعواج العمود الفقري او الانحداب او مشكلة السكليوزس. في الحقيقة احنا في الفترة الاخيرة تقريبا بنشوف الحالات دي بصفة مستمرة وصفة دورية، وكمان للأسف بنشوف بنات صغيرة اكتر من الولاد، وكمان سنهم صغير ما بين ال 12 و 18 سنة عندهم مشاكل انعواج في العمود الفقري. يا ترى مشكلة انعواج العمود الفقري بنشوفها دايما صغيرين بس في الكبار بس؟ ليها اسباب معينة؟ ليها علاج؟ ملهاش علاج؟ بنقول لك مشكلة انعواج الفقري للأسف معظم الناس بتجينا لما المشكلة بتكون عملت أعراض. يعني إيه؟ يعني بيكون جاله ألم في العمود الفقري، بيكون دايما عنده مشاكل في رقبته، مشاكل في ظهره، بيكون دايما بقى كتفه أعلى من كتف، بيكون دايما بقى فيه عدم توازن في العضلات حوالين العمود الفقري، وللأسف بنكتشف الموضوع ده متأخر، وللأسف ده بيخلي مدى تحسن الحالة بيكون صعب. كتير من الحالات الفترة الأخيرة أو حالة معينة هنقول قصتها سريعا، جيت بتشتكي من مشاكل في الرحم ومشاكل في المعدة ومشاكل في القولون. طبعا هي جربت الأدوية العادية وما تحسنتش، فبالتالي لجت للاستيبس أو طب تقويمي، لأنه بيبقى ليه دور مهم جدا في علاج الوظيفي لمشاكل الجهاز الهضمي. فلما جينا كشفنا على الحالة لقينا انها عندها انعواج في العمود الفقري، لكن هي بالفعل ما عندهاش الام في العمود الفقري بتشتكي منها، لكن عندها مشاكل دايما في الدوره الشهريه، عندها مشاكل في الهضم، عندها مشاكل في القولون، عندها مشاكل في النفس، وعندها انعواج في العمود الفقري. علشان كده دايما لما بنحافظ على العمود الفقري بتاعنا، لما بنعمل لنفسنا تقييم، طب ازاي انا كحد في البيت يعني اعمل تقييم لابني او بنتي وهما صغيرين عشان نكتشف الموضوع بدري وبيكون علاجه سهل؟ لان الانعواج الفقري هو درجات مش درجه واحده، فكل ما كانت درجه الانعواج الفقري موجوده قليله، كل ما كانت فرصه الشفاء من الانعواج ده كانت فرصه اكبر. يعني ايه درجات انعواج العمود الفقري؟ بنقسمهم تحت 3 درجات اساسيه، من 0 ل 20، من 20 ل 40، اكتر من 40. من 0 ل 20 المشكله غالبا بتكون سهله وبسيطه وعلاجها بيكون كويس، والحاله بترجع بنسبه كبيره لدرجه كويسه في ان العمود الفقري بتاعها يكون سليم. من 20 ل 40 بيكون المشكلة صعبة شوية، لكن مش بتستدعي جراحة، لكن محتاجة علاج مكثف ومحتاجة حزام تثبيت للفقرات عشان خاطر يحافظ ان العمود الفقري بتاعها ما يزيدش. طب اعلى من 40 غالبا بيحتاج عملية، لان ده بيأثر معاه على وظائف جسمه كلها. طب ايه اصلا ممكن يكون اسباب انعواج العمود الفقري؟ اسباب انعواج العمود الفقري ممكن تكون كتيرة جدا، من اهمها ان في اختلاف في الطول ما بين الرجلين، فبتلاقي رجل اطول من رجل لكن المريض ما بيبقاش عارف ده. طب معقولة ان المريض مش عارف ده؟ بنقول لك ايوه، ودي حالات بنشوفها كتير جدا، لكن حضرتك ممكن تشوفها في البنطلون، بتلاقي رجل البنطلون اطول من رجل البنطلون سنه بسيطه، بتظبطها والموضوع بيمشي. لما بتلبسي فستان سواريه بتلاقي من ناحيه اطول من ناحيه تانيه، بس بتظبطيه والموضوع بيمشي، لكن ما بيجيش في دماغنا ان انا رجلي في رجل اطول من رجل تانيه. وده بنشوفه خلال التقييم والكشف، هل في فرق طول ولا لا؟ لو في فرق طول غالبا واكيد مع الوقت ومع استخدام جسمنا هيجيب لك انعواج في العمود الفقري. كمان لو عندك مشكلة في الحوض ممكن تكون سبب في مشاكل انحناء العمود الفقري او انعواج العمود الفقري. لو عندك مشكلة في الاحشاء الامامية ممكن تعمل لك مشاكل في العمود الفقري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال احنا عندنا رئة يمين ورئة شمال، لو عندي مشكلة في رئة معينة دايما الجسم هيميل بجنب، ناحية الرئة اللي فيها مشكلة، ناحية الرئة اللي حجمها اقل من الطبيعي، فبالتالي هيأثر على العمود الفقري بتاعي، فبالتالي هيعمل لي انعواج الفقري. طب انا لو عندي مشكله في القولون ممكن تعمل لي مشكله انعواج في العمود الفقري؟ بنقول لك ايوه، لو عندك مشكله في القولون على سبيل المثال ممكن مع الوقت تعمل لك انعواج في العمود الفقري بسيط، لو ما تعالجش انت بتتاقلم على الوضع ويزيد معاك ويصبح الموضوع مش ابسط حاجه. طب انا في البيت ازاي اقدر اشوف بنت او ابني ان هم عندهم انعواج في العمود الفقري؟ لو دايما عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في الجهاز النفسي ومشاكل في الدورة الدموية بدون سبب، ممكن تروح تعمل تقييم العمود الفقري عشان ده بيكون سبب مشاكل كتير. ممكن يكون هو واقف قدامك ويحني ظهره لقدام وتشوف هل مستوى الظهر يمين زي مستوى الظهر شمال، ولا في جنب اعلى من الجنب التاني. ممكن يقف على الحيطة وظهره مسنود على الحيطة ويبقى واقف قدامك وتشوف هل كتفه الاتنين قصاد بعض ولا لا، هل الحوضين قصاد بعض ولا لا، هل رجله الاتنين مفرودين زي بعض ولا لا. لو في خلل في 3 اماكن دول احتمال يكون عنده انعواج في العمود الفقري، ولو بسيط حله سهل، ولو كبير الحق علشان خاطر ما يحصلوش مشاكل كتير. عشان كده نخلي بالنا من صحة اولادنا، لان كتير بنشوف حالات عندها مشاكل في العمود الفقري وانعواج في العمود الفقري، وكتير بنشوف حالات عملت عملية مرة واثنين وثلاثة ومعالجتش الانعواج في العمود الفقري لانها ما اكتشفتش الموضوع من بدري. عشان كده
اكتشف الموضوع من بدري، تعالجه وتتخلص من مشكلة العواج الفقري، وتحافظ على صحة أولادك، وتحافظ على سلامة العمود الفقري، ويا رب دايما تكونوا في أفضل صحة وأفضل حال، ودمتم بخير.